بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 80 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. هذا سائل للبرنامج يقول: أريد شيخا أعمل لي وقف ليكون لي ذخرا في الآخرة، فما هي أبرز الأشياء التي تنصحونني بوقفها، وهل يكون الوقف ثابت أم متحرك مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الوقف الخيري من أعظم وجوه البر، وما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له فده يعني غنى إلا وقف، وهو الصدقة الجارية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صدقة الجارية هي الوقف، سمي صدقة جارية لأنه يستمر نفعه، والوقف هو تحديث الأصل وتسبيل المنفعة، ويكون في عقار، إما بيت أو دكان أو عمارة، يكون في مزرعة أو بئر، يكون في عقار يبقى مع الانتفاع به، هذا هو الوقف. ويكون على وجوه البر، على المحتاجين من الأقارب وغيرهم. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول الشيخ: في السفر وفي هذا الزمن الذي قرب فيه البعيد وتهيأت سبل المواصلات من سيارات وطائرات، أنا أسافر كثيرا خلال رمضان، فما هو الأفضل لي، أن أصوم أم أفطر؟ الأفضل أن تفعل الأرفق بك، إذا كان الأرفق بك أن تفطر، وهذا هو الأصل والرخصة، فأفطر. وإذا كان الأرفق بك أن تصوم لأن القضاء يصعب عليك أو يشق عليك أو تنشغل عنه، فصوم، فأنت تفعل الأرفق بك. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: أنا حريص الشيخ على أداء الصلوات في أوقاتها، ولكن إذا سافرت مثلا بالطائرة ودخل وقت صلاة المغرب ونحن راكبون في الطائرة، والغالب على الظن بأننا لن نصل إلى المدينة الأخرى إلا قبل أذان العشاء بأقل من ساعة، فماذا أفعل؟ هل أؤخر الصلاة إلى حين وصولي إلى المدينة، أم أصلي في الطائرة ولو كنت جالس؟ إذا بدأ السفر قبل دخول وقت الصلاة، فإنك تؤخر الصلاة حتى تنزل. إن وصلت إلى المطار قبل خروج الوقت، إنك تصليها عندما تنزل في المطار ولو في آخر وقتها. فإذا كنت تنزل في مطار جدة قبل دخول وقت العشاء بزمن يمكنك أن تصلي فيه المغرب، فإنك تؤخر المغرب إلى أن تنزل وتصليها في الأرض ولو في آخر وقتها. أما إذا كانت الطائرة لا تنزل إلا بعد دخول وقت الثانية، الصلاة الثانية وقت العشاء مثلا، فإنك تنوي الجمع، تؤخر المغرب وتصليها مع العشاء في وقت العشاء جمع تأخير حسب الأرفق بك. هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: إذا خطب مني شخص وأردت أن أسأل عنه، فقيل لي بأنه يصلي ولكن الصلاة يصليها في البيت، فهل أعطيه ابنتي فضيلة الشيخ، وما التوجيه في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا؟ إذا ثبت لديك أنه يترك صلاة الجماعة من غير عذر فلا تزوجه، لأنه ترك واجبا عظيما وهو الصلاة في الجماعة في المسجد، فهذا
يدعوه إلى التساهل في أمر دينه ربما يؤثر على أولاده من بنته، فمثل هذا لا تزوجه. إذا كان لا يحافظ على صلاة الجماعة وليس له عذر فهذا لا تزوجه بنته، نعم، ولا موليته. هل الرجل فضيلة الشيخ أن يتحرى عن الخاطب؟ لا شك، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه أو أمانته فزوجوه، ولا تدري عن خلقه ولا أمانته ودينه إلا بعد إن كنت تعرفه، وإلا فإنك تسأل عنه وتتثبت من ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الأخ أبو إبراهيم يقول امرأة توفي زوجها وهي موظفة، فما حكم خروج هذه المرأة للعمل في فترة الحداد، وما المشروع لها في هذه الفترة مأجورين؟ تحاول أن تأخذ إجازة فترة الإحداد والعدة في البيت، تحاول أن تأخذ إجازة، فإذا لم تحصل لها إجازة وهي محتاجة إلى الوظيفة إنها تخرج في النهار لأداء عملها وترجع إذا انتهى عملها وحاجتها، تبادر بالرجوع إلى البيت. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ عبد الله يقول ما حكم قبول الهدية، وما الضابط في أخذها جزاكم الله خيرا؟ الهدية حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم قوله تهادوا تحابوا، والهدية تسل السقيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، فالإهداء مرغب فيه وقبول الهدية أيضا مرغب فيه، فهذا مما جاءت الشريعة بالحث عليه، لأنه يورث المحبة بين المتهادين، إلا إذا كان هذا المهدى إليه يهدى إليه من أجل وظيفته أو من أجل عمله الذي يقوم به للناس، فهذه لا تكون، ولم يكن جاري العادة بإهدائه إليه قبل أن يتولى العمل، هذا لا يجوز لأن هذا يدخل في الرشوة. نعم، يقول الشيخ لفظ الطلاق هل هو عبارة واحدة أم أن هناك عبارات معترف بها في الشريعة الإسلامية؟ طلاق لفظ صريح ولفظ كناية، فاللفظ الصريح لا تشترط معه النية، وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه، كأنت طالق طلقتك عليك طلاقي وما أشبه ذلك، فلفظ الطلاق وما تصرف منه هذا الصريح لا يقبل غير معنى المفارقة، ولو ادعى أنه ما نواه فإنه لا يقبل منه ذلك. وأما كناية فهي اللفظ الذي يحتمل معنى الطلاق ويحتمل غيره، مثل خليتك اذهبي إلى أهلك وما أشبه ذلك، هذا لا بد معه من نية الطلاق، لأنه يحتمل معاني ولا يدرى ما مقصوده من هذا اللفظ إلا بتفسيره هو. نعم، جزاكم الله خيرا. آخر أسئلة الأخ المستمع على البرنامج يقول يا شيخ إذا كان عند الرجل أولاد ذكور وإناث هل يساوي بينهم في الهدية والهبة والعطايا، أم يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث؟ إذا أعطى أولاده الذكور والإناث فالتسوية أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين كما في الميراث ابتداء بقسمة الله سبحانه وتعالى. نعم، جزاكم الله خيرا. أبو عبد الله يقول الشيخ بعض أئمة المساجد يشرع في قراءة السورة بعد الفاتحة مباشرة ولم أخلص من قراءة الفاتحة، هل أسكت أم أتابع قراءة الفاتحة؟ قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمنفرد بالإجماع، هي ركن من أركان الصلاة، أما بالنسبة للمأموم هذا محل خلاف بين العلماء، منهم من يقول تكفي قراءة الإمام ومنهم من يقول لا تكفي قراءة الإمام، لكن المأموم يقرأها في سكتات الإمام، فأنت تقرأها في سكتات الإمام ولو متفرقة، فإذا لم تتمكن من قراءتها فإنها تسقط عنك. نعم، يقول فضيلة الشيخ إذا أردت أن أجلس في مصلاي بعد الفجر ولكنني شعرت بالنعاس فجعلت أدور في المسجد ثم رجعت إلى مكاني، هل لي أجر من جلس ثم صلى فيصير له أجر عمرة تامة؟ نعم، لا بأس بذلك، لأنك في حكم الجالس، ما دمت في المسجد أنت في حكم الجالس وقيامك هذا لحاجة. نعم، جزاكم الله خيرا. أم هبة تقول في سؤال لها
تتساهل بعض النساء فضيلة الشيخ وخصوصا في اللباس عند أرحامهن وأقاربهن إلى الشفاف، فهل يجوز للمرأة أن تجلس في القصير أو الشفاف أو الغير ساتر مع أقاربها في هذه الملابس الضيقة؟ لا يجوز لها ذلك، لا تبدي عند محارمها من الرجال إلا ما جرت العادة بكشفه وليس فيه فتنة، كوجهها وشعر رأسها وكفيها وقدميها الأطراف، وأما ما زاد عن ذلك فلا يجوز، ما في ذلك من الفتنة. نعم. تقول فضيلة الشيخ تتحدث بعض النساء حتى تقترب الساعة إلى 11 ليلا ثم تصلي العشاء، هل يخرج الوقت الساعة 11 بالنسبة لليل وبالنسبة للنساء؟ صلاة العشاء وقتها موسع إلى ثلث الليل على وقت الاختيار، فإذا أخرته إلى ثلث الليل فلا بأس بذلك، بل قد يكون هذا أفضل، ولكن يخشى أن تنساها أو أن تنشغل عنها. لا شك أن المبادرة بالصلاة في أول وقتها العشاء أو غير العشاء أن هذا أبرأ للذمة وآكد المحافظة على الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأردن السائلة ألف ألف عين، تقول فضيلة الشيخ بأنها متزوجة منذ 10 سنوات ولديها طفلان، والآن تقول أرغب في الإنجاب ولكن زوجي لا يريد إنجاب أطفال آخرين، والسبب يقول يريد أن يحافظ علي من التعب والإرهاق ومن مشاكل الأطفال والولادة وصراخهم، ويريد أن أتفرغ لتربية هذين الطفلين مدى الحياة، ويقول بأنني أنا راضي عن ذلك، فهل لي أن أطيع زوجي فيما يقول، وهل علي ذنب من الناحية الشرعية؟ الإنجاب مطلوب وإنجاب الأولاد مطلوب شرعا، ولا يجوز تحديد النسب، فلا تطيعي زوجتي في هذه الفكرة الباطلة ولا توافقيه على ذلك، لأن طلب الإنجاب وطلب الأولاد مقصود شرعا قد حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءت فكرة تحديد النسل من الغرب ومن الأعداء يريدون أن يقللوا عدد المسلمين ويضعفوهم، أشرت هذه الفكرة في أفكار أناس ضعاف الإيمان. نعم. هذه الأخت السائلة أرسلت بسؤال، كتبت هذا السؤال بأسلوبها الخاص وتذكر بأنها متزوجة من رجل، وهو تقول محافظ على صلاة الجمعة في المسجد فقط، أما بقية الصلوات فيصليها في البيت في أوقاتها، فأنصحه كثيرا ويقول الحمد لله الأجر تام، فهل له من الأجر مثل أجر جماعة المسجد فضيلة الشيخ؟ لا يجوز له أن يترك صلاة الجماعة من غير عذر، قوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، قيل وما العذر؟ قال خوف أو مرض، وصف الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة من غير عذر بالنفاق، الذي يترك صلاة الجماعة من غير عذر منافق، قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وقوله هو الأجر تام هذا خطأ، الأجر ليس تاما بل هو تارك لواجب عظيم يأثم بتركه، وعليك بالمناصحة له والتغليظ عليه لعله يتوب ويحافظ على صلاة الجماعة. نعم. تقول السائلة فضيلة الشيخ بالنسبة لسورة ياسين، قرأت بأنها تهون على الميت عند قراءتها عليه، هل ورد شيء فيها؟ نعم ورد في هذا حديث ضعيف لا يعمل به، لا يقرأ على الميت سورة ياسين، لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف لا يحتج به، وإنما الميت يلقن لا إله إلا الله، كما قال صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم. جزاكم الله خيرا. أبو عبد الله أرسل بمجموعة من الأسئلة، يقول يا شيخ استأجرنا حافلة ومن إحدى الشركات وسافرنا بها للعمرة مع مجموعة من المعتمرين، وكان السائق معنا لطيفا طيعا ودودا، وعند وصولنا إلى بلدنا منحته مكافأة مالية علما بأن له راتب من الشركة، ما الحكم في هذا مأجورين؟ لا بأس بذلك فيما يظهر، لأنك ما أعطيته إلا بعد ما وصلتم تشجيعا له على ما لقيتم من
كرم أخلاقه وتعامله فلا بأس بذلك فيما يظهر لي. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول الأخ أبو عبد الله: يجتهد بعض أئمة المساجد عند نزول المطر في الجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء، بعضهم يجمع عند نزول أول رش من المطر وبعضهم لا يجمع، فما الضابط في ذلك مأجورين؟ الجمع من أجل المطر هو أحد الأعذار التي تبيح الجمع بين صلاة المغرب والعشاء رفقا بالنس، ولكن لا بد أن يكون المطر غزيرا يبل الثياب ويستمر وقت خروجه ورجوعه إلى بيته، أما إذا كان مطرا خفيفا ورذاذا فهذا لا يبيح الجمع. والأصل أن كل صلاة تؤدى في وقتها لا يجوز إخراجها عن وقتها إلا لعذر شرعي من سفر أو مرض أو مطر. نعم. يقول فضيلة الشيخ: إذا حصل جمع للمغرب والعشاء متى نصلي سنة المغرب والعشاء وهل تترك؟ يصلون بعد صلاة العشاء راتبة العشاء التي بعدها. نعم. يقول الشيخ: ما حكم ضرب الزوجة والأولاد بالعصا وذلك بالنسبة للتأديب، وما أفضل شيء في تأديب الأولاد مأجورين؟ نعم، ورد ضرب الزوجة إذا نشزت، وورد ضرب الأولاد على الصلاة إذا بلغوا 10 سنين. قال الله جل وعلا: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فالضرب أحد الإجراءات مع الناشز إذا لم يجد فيها إلا الضرب، لكنه يكون ضربا غير مبرح بل يكون ضرب تأديب. وكذلك الولد، قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع أضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فالضرب إجراء شرعي للأولاد وللزوجة الناشز، لأن هذا من باب التأديب لهم ومما يحثهم على ترك المخالفة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يسأل السائل أبو بسام شيخ عن الكفارات: هل هي بالترتيب أم بالخيار؟ شيء منها بالترتيب، مثل كفارة القتل، كفارة الظهار، كفارة الوط في رمضان، وشيء بالخيار، شيء بالخيار، مثل كفارة حلق الرأس للمحرم، فإن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا مخير، يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يذبح شاة في الحرم يوزعها على الفقراء، هذه مخيرة. وهناك كفارة تجمع بين التخيير والترتيب، وذلك بكفارة اليمين. قال تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا على التخيير. ثم قال: فمن لم يجد أصيام 3 أيام، هذا على الترتيب. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ محمد علي سوداني مقيم بالرياض يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الاستفسار عن الرؤى وهل يؤخذ من الرؤى أحكاما؟ الرؤى تختلف، منها ما هو أضغاث وأحلام لا يلتفت إليه، ومنها ما هو من الشيطان فهذا يستعاذ بالله منه ومن شره، ومنها ما هو حقيقة وهي التي تجري على يد الملك، ملك الرؤيا. نعم. فضيلة الشيخ يقول: هل تسقط الصلاة عن المريض الذي لا يستطيع الحراك ولا يستطيع الوضوء؟ الصلاة لا تسقط عن المسلم بحال ما دام عقله باقي، لكنه يصلي على حسب حاله. قال صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، وفي رواية: فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة. والله جل وعلا قال: اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما دام عقله باقيا فلا تسقط عنه الصلاة، لكنه يصلي على حسب حاله واستطاعته. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إمام المسجد دائما يبدأ خطبة الجمعة بقوله: اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم إسماعيل فهمنا، ما رأيكم بهذا الدعاء؟ الدعاء صحيح طيب، لكن الخطبة الجمعة تبدأ بالحمد لله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأها بالحمد لله، فلا يغير هذه الصيغة. نعم. أخيرا يقول الشيخ: هل الخمر نجس عيني أم معنوي،
وهل يتوضأ منه الإنسان؟ الخمر رجس، قد اختلف العلماء هل نجاسته نجاسة عينية أو نجاسته معنوية، والذي عليه الجمهور أنه نجس نجاسة عينية، وأنه إذا أصاب الثوب أو البدن أو الفراش أنه يغسل كما تغسل النجاسة. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. انتهى هذا اللقاء الذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم، ويتجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.